أهلا بكم معي في الحلقة 26 من برنامج سينما وكريم، والتي سأستمر فيها في الحديث عن الدراما التلفزية المغربية التي بدأت الحديث عنها في الحلقة الماضية، في انتظار بدء عرض المسلسلات والستكومات والأفلام التلفزية مع بداية شهر رمضان خلال أيام قليلة. سأحاول في هذه الحلقة أن أذكر بالمستوى الذي بدت به الدراما التلفزية المغربية في الموسم الماضي من خلال قراءة واستعراض لأهم ما عرض فيه مغربيا. شهد رمضان المصرم الذي كان فيه الاهتمام بالأعمال الدرامية والكوميديا واضحة بشكل مكثف ومختلف ربما للزوم الناس بيوتهم جراء الوباء، نوع من الاستثناء الإيجابي لصالح العمل الكوميدي لحسن فد طوندونس الذي خلق نقاشا واسعا وغير مسبوق وقسم المشاهدين إلى قسمين، الأول يشيد بميزات العمل والثاني يفضل الفد كما شاهده في شخصية كبور في سلسلة الكبل منذ سنوات قليلة خلت، لكن ظل الفد بعمله الجديد كما عادته، كذلك الذي يرمي صخرة في بركة آسنة ويشغل الناس باستمرار. شكل حسن الفد بسلسلته الكوميدية هاته الاستثناء فيما يخص الأعمال الكوميدية، وذلك برجوعه للون الكوميدي الذي بدأ به مساره التمثيلي وهو البارودية، حيث حكى في سلسلة طوندونس الظواهر الغريبة والكاريكاتورية التي أصبحت تملأ مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب بالخصوص منذ مدة، جعل منها أداة خصبة للنقد الاجتماعي الساخر والمضمر من خلال رموز وإشارات يبثها الفد في عمله هذا الذي أعاده لجمهوره الأول الذي كان متابعا له قبل أن تصل أعماله للانتشار الجماهيري الكبير مع شخصية كبور في السلسلة ذات الصيت الشعبي الكبر بجزئيها، ثم في الجزء المعنون كبور والحبيب. على العموم يمكن القول أن حسن الفد قد أصبح يشكل حالة فريدة وظاهرة تثير نقاشا صحيا حول مستوى الأعمال الكوميدية التلفزية بالخصوص، وتحرك سكونها الذي عم وطال. ارتفع رمضان الماضي عدد المسلسلات الدرامية المغربية إلى 8 مسلسلات، 4 منها تبث بشكل يومي في فترة ما بعد الإفطار بقليل، أما الأخرى فتعرض في ساعات متأخرة نسبيا وبمعدل حلقتين متتابعتين مرة في الأسبوع. ومن الملاحظات التي يمكن تسجيلها على الدراما الرمضانية المغربية السنة الماضية أنها عالجت في غالبيتها مواضيع اجتماعية آنية، وأن بعضها خرج من النوع الاجتماعي الواقعي ليأخذ شكلها السلسلات الميلودرامية ذات المسارات الغير متوقعة والفضاءات المتشابهة والمحاكية للسلسلات الأمريكو لاتينية والتركية المدبلجة. وأهم نموذج لهذا الصيف مسلسل شهادة الميلاد الذي يتكون من 60 حلقة. من بين السلسلات التي عرفت متابعة جيدة سلسلة السر المدفون، وهو مسلسل اجتماعي بحبكة بوليسية تتمحور أحداثه حول جريمة قتل مفترضة وقعت في الماضي منذ 10 سنوات، وحققت فيها الشرطة في حينها ثم أغلقت ملفها على أساس أنها حادثة انتحار، لكن عودة صديق الميت من المهجر إلى الحي الذي تدور فيه أحداث المسلسل ستعيد إحياء ما حدث في الماضي وتجعل أمورا تم نسيانها أو تنسيها أو ظلت غامضة وبدون حل تطفو على السطح، ليتم فتح التحقيق في القضية مرة أخرى لتظهر الشخوص بالتدريج على غير ما بدت عليه في البداية، وهي تحمل أسرارا إن تم الإعلان عنها ستدمر عائلات وتفكك أسرا وتفرق أزواجا وتفجر فضائح ظلت طي الكثمان. يمكن الجزم أن تميز هذا المسلسل يكمن أساسا في السيناريو المكتوب عموما بشكل يتفوق على أغلب ما عرض رمضان الفائت، خصوصا في 10 الحلقات الأولى والذي كتبته المخرجة وكاتبة السيناريو جهان البحار، فيما قام بالإخراج المخرج السينمائي والتلفزيوني ياسين فنان الذي سبق له أن قدم سلسلات درامية محترمة في المواسم السابقة. ويظل فضاء مدينة طنجة الذي تدور فيه الأحداث محايدا في السر المدفون، خصوصا أنه لا الشخص ولا الأحداث تربطها أي علاقة درامية بالمدينة الشمالية، وحتى اللهجة التي تتكلم بها الشخصيات هي لهجة الداخل المغربي
لكن رغم ذلك فقد استطاع المخرج ياسين فنان استغلال مواقع التصوير التي تتيحها طنجة ونوع فيها، بحيث تم اختيار هضبة حي مرشان المشرف على البحر المتوسط كحي أساسي تدور فيه الأحداث، مع تنويع في باقي المشاهد على مناطق أخرى في المدينة باختيار جيد لمواقع التصوير. تبدو الحبكة البوليسية في بعض الأحياء في السر المدفون يشوبها تمطيط غير مبرر دراميا، فيما كان ممكنا الوصول لحل لغز الجريمة المفترضة في أقل عدد من الحلقات، لكن غنى الشخص وطابعها الواقعي غطى نسبيا على هذا الجانب، خصوصا أن أداء الممثلين كان متميزا في أغلبه، تقمص المشخصون أدوارهم بشكل جيد ومتمكن منه. عكس مسلسل سر المدفون، فإن فضاء وأجواء وثقافة وعادات ولهجة الشمال المغربي تحضر بقوة في مرجانة القصير المكون من 4 حلقات، كل واحدة تبلغ مدتها ساعة من الزمن، والذي قام بإخراجه واحد من بين أهم المخرجين السينمائيين المغاربة الحاليين محمد الشريف الطريبق، والمقتبس عن رواية أرض المدامع للروائي البشير الدامون الذي كتب للسلسلة السيناريو مقتحما لأول مرة عالم الدراما، بعد أن كانت روايته الأولى سرير الأسرار قد حولت لفيلم سينمائي من إخراج المخرج جلال فرحاتي. تدور أحداث مسلسل مرجانة في مدينة تطوان سنوات أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات من القرن الماضي، وتتمحور أحداثها حول قصة حب تجمع السحمد سالي الأسرة البرجوازية الأرستقراطية البائدة الثراء بمرجانة حفيدة شيخ جامعة قناوة السود، الذين كانوا إلى عهد قريب مجرى عبيد في قصر أبسي أحمد، وستكون زيجة هذا الأخير بمحبوبته سببا في طرده من القصر وغضب أبيه عليه. وفي سياق متصل يستمر السحمد بعد عودته من إسبانيا، حيث كان يدرس في ممارسة السياسة من موقع نضالي يطمح لتغيير الوضع السياسي وتكريس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، الأمر الذي يتسبب في اعتقاله وتعذيبه، فيما يظل هدف شيخ قناوة الرئيسي هو استخراج الكنز المزعوم المدفون تحت القصر منذ عهد بعيد. وقد حافظ كل من الروائي وكاتب السيناريو البشير الدامون والمخرج شريف الطريبق على محاور في الرواية فيما استبعاد أخرى ومعها شخوصا أساسية وثانوية، فإذا كانت الرواية تجربة بالتوازي بين الستينيات والثمانينيات من القرن الماضي مع إحالات على أحداث تاريخية شهدتها المنطقة الشمالية من ثورات وهبات ومتغيرات مع ربطها بالحاضر ومجرياته، فإن المسلسل ركز فقط على محور الساعة أحمد ومرجانة وفضاء تطوان، مستبعدا فضاء فاس الذي تنتقل إليه الأحداث في الرواية. ونجد أن الشريف الطريبق قد حافظ على تصوره ورؤيته الإخراجية التي تعتمد على التقشف الإخراجي والاعتماد على الممثلين وعلى ممثلين محترفين ومطعمين بممثلين غير معروفين أو هوات، إضافة إلى استمراره في تناول حقب تاريخية لمدينة تطوان كما فعل ذلك في فيلمه الروائي السينمائي الطويل الأول زمن رفاق الذي تناول فيه الصراع بين الفصائل الطلابية بكلية تطوان سنوات أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي، وفيلمه السينمائي الثاني أفراح صغيرة الذي رجع فيه لفترة الخمسينيات مقتحما المجتمع النسوي التطواني ومتسللا لرصد حميميته. ورغم أن مسلسل مرجانة قصير فإن به تكثيفا للأحداث واختزالا في الحكي واشتغالا على الشخوص بشكل يتفوق بكثير على باقي المسلسلات الدرامية المغربية التي عرضت خلال شهر رمضان المصارم، ويظهر النفس الروائي حاضرا في هذا العمل، الأمر الذي يؤكد أن واحدا من أهم الحلول للرقي بالدراما التلفزية في المغرب يكمن في الأدب الذي تناساه صناع هذه الدراما لمدة طويلة إلى درجة أن أصبحت مع الكتابة السيناريستية هي نقطة الضعف الكبيرة التي تشكو منها هذه الدراما بمستويات متفاوتة من مسلسل إلى آخر. مع توالي حلقاته بدأ أن المسلسل ميلودرامي الاجتماعي الإرث
من بين السلسلات الأكثر تماسكاً ومنطقية في بناء أحداثه، ومن الأكثر مصداقية في تطور شخصه وانسجام سلوكاتها مع بنية تفكيرها والوسط الذي تعيش فيه ويؤثر فيها بالسلب أو بالإيجاب. يبدو هذا المسلسل كنقطة ضوء فيما يخص الكتابة، التي يظهر من خلال توالي الحلقات أنه قد تم إعطاؤها وقتها وقيمتها. تدور أحداث مسلسل الإرث الذي تبلغ حلقاته 30، والذي كتبته جهال البحار أيضا وأخرجه المخرج الشاب محمد الأمين مونة، حول أسرة غنية، حيث يكتشف الأب المقاول صاحب الشركة الكبيرة للعقارات أنه مريض بالسرطان، والذي وصل فيه لمراحل متقدمة، لكن ونظرا لعدم ثقته في قدرة أبنائه على تسيير الشركة التي قضى كل سنوات حياته في بنائها والحفاظ عليها، يقرر إخفاء هذا الخبر عنهم حتى يسوي أموره، لكن الأحداث تتطور بسرعة ليتسرب الخبر. وتتأسس بنية المسلسل على تضارب المصالح بين الشخصيات، والذي ينتج صراعا بينها يتأجج بالتدريج عبر توالي حلقات المسلسل. من إيجابيات هذا المسلسل أنه لا نجد به خواءات درامية أو لحظات يتم فيها فقط تمطيط الأحداث على حساب تطور الدراما وبناء الشخص كما في بعض المسلسلات المغربية الأخرى. تبقى المسلسلات الأخرى متأرجحة فنيا بين المتوسط وما دون ذلك، فمسلسل سلامات أبو البنات يبدأ بشكل درامي مقبول نسبيا في حلقاته الأولى، ليأخذ مسارا غير متوقع بعد ذلك، ليس بالمفهوم الدرامي لكن من ناحية الأخطاء السردية القاتلة التي تتخلله، وكأن كاتبيه فقدوا البوصلة وأصبح الارتجال في الكتابة هو سيد الموقف، خصوصا في النصف الثاني منه، إذ أضحى يذكرنا بأحداثه بتلك الميلودراميات الهندية القديمة المبالغة في وقائعها المفارقة للواقع، والتي لا يمكن أن يصدقها المشاهد المعاصر الذي جبل على مشاهدة سلسلات درامية ذات مستوى فني جيد. مسلسل الغريبة وعنبر ياقوت سقط في أخطاء تقنية وفنية عرقلت السرد الدرامي، رغم كونه ما كان مبنيان على حكايتين متفردتين. الأول سقطت مخرجته في أخطاء تقنية بدت ناتجة عن التسرع لأجل الانتهاء من التصوير، وفي الثاني حال استعمال تقنية الفلاش باك بشكل غير وظيفي دراميا دون سيولة الحكي، حيث كان يتم الرجوع بالأحداث كل مرة للماضي لشرح ما يحدث في الحاضر بدون سبب مبرر لذلك. أما مسلسل أولاد المختار للمخرجين علي الطاهر وغيتا القصار، فقد استوحى صانعه رواية الإخوة كارامازوف لدوستويفسكي، وهي المرة الثانية في تاريخ الدراما التلفزية المغربية التي يتم فيها اقتباس هذه الرواية العالمية العظيمة، محاولين استنباتها في تربة المغربية ومغربة شخصها والبنية التي تدور فيها أحداثها. قد كان الاقتباس الأول قد قام به شفيق السحيمي في مسلسل تريكة البطاش. عموما لا يمكن لعين المتتبع أن تخطئ الزخم الكبير الذي أصبح يشهده الموسم الرمضاني في المغرب، من حيث الاشتغال على عدد كبير أكبر من الأعمال الكوميدية والدرامية، لكن السرعة في الإنجاز وعدم إعطاء الوقت الكافي لهذه الأعمال كي تنضج على نار هادئة مع عدم منح الكتابة القيمة التي تستحقها، يشكلان نقطة ضعف تعاني منها الدراما المغربية.